ما انه حكينا بآمرلي، هذا المسلسل صار عليه هوايه جدل كلش. اول شيء شلون البطوله صارت لناريمان الصالحي اللي قبلها ما كان عندها اعمال واضحه، يعني صح. ادوار بسيطه. شلون وصلت بطوله هذا العمل؟ انا سمعت ان انعرض على كوما نجمات قبل، صح؟ ايش صار؟ اللي صار انه صدفه احد زملائي واوجه له تحيه من خلالكم مرتضى حنيص خبرني قال لي ناريمان اكو عمل تعالي، ما اعرف، لقى لي بطوله، لقى لي شيء. اجيت انا اللوكيشن، حكينا بالموضوع، قال لي بطوله ومسلسل آمرلي وشي كلش حلو، تفاصيله، شركه منتجه كل الزينه ومخرج سوري. تحمست، اوكي. اجيت قريت المشهد، قالوا سووا لنا كاستنج اثنيناتكم، سوينا الكاست، حبوا كلش تمام الامور. قالوا انت هاله وهو رافد. هاله اللي هي الممرضه بالضبط. وراها كم يوم خابرونا قالوا ممكن تجي للشركه، جت مره ثانيه الشركه، قالوا احنا الشخصيات الاساسيه راح نخليهم ممثلين عرب مو عراقيين، نريد ننجح اسم المسلسل. إيه؟ اوكي، احنا ما عندنا اعتراض، لكن كان اعتراضنا انه هو عمل عراقي. حاله حال الناس البقيه اللي اعترضوا. وراها قالوا لي اكو شخصيه ثانيه اللي هي تطلع تحب البطل، اسمها سجا، مشاهدها مو بقد اكيد هاله، بس هي هم دور رئيسي تعتبر، حلقاتها اقل. قريت النص والله بيها فعل، يعني سجا شخصيه تفضل. هي زوجته يعني؟ لا، اني زوجته، الدكتوره هاله زوجته، هي تطلع تحبه من كانوا بآمرلي. اوكي. اي شخصيه سجا اللي اخذتها هاله عادل. اوكي. اي فحبيت الشخصيه، وقعت، ما قلت لهم لا. زين. انا اريد انزل، اريد اثبت روحي، بعدني باول خطواتي، صعب ارفض هيك عمل. مرتضى اعتذر لان راد البطل. بالضبط، مرتضى اعتذر من عندهم. قلت له مرتضى عندك مانع؟ حتى خابرته قلت له عندك مانع انزل؟ قال لي لا، روحي توكلي. وقعت، استلمت اجوري. وراها كم يوم ما سمعت اتصال، الو تعالينا الشركه. جيت قلت راح الدور. يعني خلاص احنا نعتذر من عندك. هم قالوا اعتذر رحم الله والديكم. يا اجيت داقوك اقول لي بس اقعدي لانه انت راح تاخذين شخصيه هاله البطله. نعم. وقال لك البطل وياك ما كنت تعرف. يابا منو البطل؟ توقعت انه مرتضى رجع نفس الحاله. قالوا لي موجود بالصاله. رحت، لا ما عرفت اني بصراحه، يعني اني شايفته اني صغيره طفله بعدني. فقالوا لي او مصطفى زماني اللي مثل شخصيه يوزرسي. انت جيت اني من متابعينه ومن عشاقه. لحد كنت تدرين انت هاي اول مره تدرين؟ اي، هو كان موجود ببغداد من اجيت وشفته مباشره. زين، انا سمعت انه لحد اخر لحظه كان الدور الزهراء بن ميم، صح؟ لكنها اعتذرت عن الموضوع لاسباب مجهوله، يمكن كانت تريد تسوي وطن او شيء، ما اعرف بالضبط، ما اعرف. انت ما قالوا شيء قبلك اعتذرت؟ ابدا ابدا. من وصل للدور بس رحمه رياض. اوف. اي رحمه رياض، بس صار وقتها موضوع الاجهاض، يمكن من كانت حامل، الله يشفيها يا رب. يعني كان ممكن ذاك الوقت تمثل بيه أو؟ كانت انا حسب ما سمعت، بعد ما اعرف، ما كنت متاكده. يعني يقال انه هي كانت حابه انه تنزل، وصلوا لمرحله توقيع العقد. اوكي. حسب ما خبروني بعض الاشخاص. لكن انه هي اعتذرت، قالت انتظروني لك بس. هم كانوا فتره طويله ببغداد، صاروا هم من سوريا جايين ومن ايران جايين، فاعتذرت عن التاخير. ما قدروا هم يطولون يعني اكثر.